السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم، وحصة جديدة وشرح جديد في مادة الدراسات الاجتماعية. اتفقنا مع بعض يا أولاد إن إحنا كل مرة هنفكر بعض إيه الدروس اللي إحنا خدناها في الجغرافيا وإيه الدروس اللي إحنا خدناها في التاريخ. نفتكر كده مع بعض يلا. أول درس خدناه يا أولاد في الجغرافيا كان اسمه إيه؟ برافو عليكم، أنواع الموارد. والدرس التاني كان اسمه الموارد المائية. اما الدرس الثالث يا اولاد اللي خدناه كان الثروه المعدنيه وتنميتها. كمان خدنا جزء امبارح من مصادر الطاقه. طب وفي التاريخ؟ في التاريخ خدنا اول درس خالص اللي هو اسمه الدوله البطلميه. طيب دلوقتي يا ميس هنعمل ايه؟ دلوقتي احنا هنراجع على اللي احنا خدناه امبارح في درس مصادر الطاقه ان شاء الله، وكمان هنكمل درس مصادر الطاقه. تعالوا نراجع مع بعض على الخريطه بس باسلوب جديد. نكبر الخريطة اهي. مفروض ان احنا هنوصل ايه؟ يعني منجم السكري. هنشوف هنحط منجم السكري في اني دايرة من دول. يا ترى فين مكان منجم السكري يا اولاد؟ ومنجم السكري كان ايه اصلا؟ منجم السكري كان موجود في الصحراء الشرقية عند جبال البحر الاحمر. طب ايه اهميته يعني؟ بنستخرج منه الايه يا اولاد؟ بنستخرج منه الذهب، معدن الذهب. برافو عليك، يبقى هنا كده. طيب البحر المتوسط فين؟ ها ده البحر المتوسط ولا ده اللي فوق؟ برافو عليكم يا اولاد، هو اللي في الشمال ده. طيب ايه تاني عندنا؟ بيقول لك منطقه معتمده على المياه الجوفيه. يا ترى ايه المنطقه اللي بتعتمد على المياه الجوفيه؟ واتفقنا ان المياه الجوفيه هي المياه اللي بنجيبها من باطن الارض، مياه عذبه بنجيبها من باطن الارض. طب يا ترى ايه اي منطقه من اللي انتوا شايفينها دي كلها اتفقنا او درسناها او ذكرناها في المنهج؟ ايوه واحد سيوة. برافو عليكم، هنا كده واحد اسمها واحد ايه يا اولاد؟ سيوة. طيب الواحات البحريه اللي كنا بنستخرج منها ايه؟ معدن ايه؟ برافو عليكم، معدن الحديد. كانت هنا كده فوق. طب واللي كانت تحت دي في ايه يا اولاد؟ اللي كانت تحت شويه دي كنا بنستخرج منها معدن ايه اللي بنصدره للخارج؟ برافو عليكم يا اولاد، معدن الفوسفات، وكان موجود في هضبه ابو طرطور بالوادي الجديد. طيب ايه مصدر للمياه المالحه؟ الخريطه دلوقتي فيها حاجه مصدر للمياه المالحه نوصلها بيها؟ طبعا في ايه هي؟ اللي هي بحيره ايه يا اولاد؟ بحيره قارون. اتفقنا ان بحيره قارون من امثله المياه المالحه. طيب ايه تاني؟ منطقه لاستخراج المنجنيز. طب دلوقتي في منطقتين عندنا في شبه جزيرة سيناء. هو المنجنيز اتفقنا ان هو في شبه جزيرة سيناء، صح كده؟ طيب يعني عندنا منطقتين، يا ترى المنجنيز فين فيهم؟ اللي فوق دي ولا اللي تحت شوية؟ نفتكر مع بعض كده ايه الفرق ما بينهم. برافو عليكم يا اولاد، المنجنيز كنا بنستخرجه من منطقة اسمها ام بجمة في شبه جزيرة سيناء. طيب امال ايه اللي فوق ديت؟ خدناها امبارح، اسمها ايه؟ او بنستخرج منها ايه؟ بنستخرج منها مصدر طاقة غير متجدد اللي هو الفحم. برافو، وكان هنا موجود في جبل المغارة. اللي فوق هنا منتلخبطش، في شبه جزيرة سيناء فيها منطقة لمصدر طاقة وفيها منطقة للمعدن لاستخراج المعادن او المعدن المنجنيز. اللي فوق شوية ده شوية كده هو جبل المغارة اللي بنستخرج منه الفحم. طب واللي تحت اللي هو المنجنيز، المنطقة اللي اسمها ام بجمة. طب ناقص ايه بسرعة عشان في وقت اصلا للعبة؟ منجم السكري خلاص قلناه مصدر رئيسي لتوليد الكهرباء. ها فين بقى ناقص اتنين؟ احنا عندنا ناقص دايرتين لسه ما وصلناهمش. مصدر رئيسي لتوليد الكهرباء، برافو عليكم، السد العالي. اتفقنا ان السد العالي كان هنا كده فوق بحيره ايه؟ بحيره نصر فوقها. طب اللي ناقص ايه؟ فرع دمياط. اتفقنا ان هنا كده في الدلتا في فرعين، فرع دمياط وفرع رشيد. احنا عايزين هنا فرع دمياط، يبقى هو ده. طب تعالوا كده نرسل الاجابات ونشوف يا ترى اي اجابه صح واي اجابه غلط. برافو عليكم، كل الاجابات صح، وانا متاكده ان انتوا شطار وبتعرفوا وبتذاكروا وبتفهموا في الخريطه لان احنا بنراجعها على طول. تعالوا نرجع للدرس. من مصادر الطاقه وتنميتها اتفقنا ان احنا اول حاجه هنعرف يعني ايه طاقه. بسرعه كده نراجع، قلنا امبارح ان هي كل ما ينتج عن احتراق الوقود
او حرارة الشمس او قوة الرياح وتساقط المياه او حركة الامواج. كمان عرفنا او قلت لكم ازاي، ما تنسوهاش ان انتوا تعملوا كده الكف بتاعكم، ارسموا كف ايديكم كده في الكراسة بتاعتكم. الطاقة هي ايه؟ كل ما ينتج عن ايه؟ 1 احتراق الوقود، 2 حرارة الشمس، 3 قوة الرياح، و4 التساقط المياه، وكمان يا ولاد 5 حركة الأمواج. وكل دوت هنشرحه إن شاء الله بالتفصيل. أول حاجة خدناها اللي هي بقى، طبعا خدنا فيديو خلاص عن مصادر الطاقة، مش هنعيده تاني عشان وقت الحصة. اتفقنا إن مصادر الطاقة فيها نوعين، مصادر طاقة غير متجددة ومصادر طاقة متجددة. عرفنا الفرق ما بينهم؟ آه، يلا قولوها معايا. يا ترى إيه مصادر الطاقة الغير متجددة؟ ها، هي المصادر التي تنفذ باستهلاك الانسان ليها، يعني ممكن تخلص. غير متجدده يعني مش بتجدد نفسها، لو انت فهمت عمرك ما هتنساها. يبقى هي المصادر التي تنفذ باستهلاك الانسان ليها ولا يمكن تعوضها، يعني ممكن تخلص في يوم من الايام وما ينفعش ان احنا نعوضها تاني، زي البترول، زي الفحم، زي الغاز الطبيعي. وفي طالب سالني امبارح، قال لي طب يا ميس، طالما البترول ممكن يكون من بقايا الكائنات الحيه بتاعت زمان، طب هو اذا ممكن يكون موجود طول العمر؟ لا، مش شرط. انت تعرف كم الكائنات الحيه اللي ممكن تكون اتحللت في الطبيعه قد ايه؟ خلاص هي عدد محدود، ممكن يكون عدد محدود من كتر استخدام الدول في للبترول، من كتر استخراجنا للبترول دايما، فبالتالي ممكن في يوم من الايام ممكن يخلص. فهو طاقه غير متجدده، يعني مش زي الشمس. الشمس هي طبيعه موجوده من ربنا لينا، فهي بتجدد نفسها بنفسها، لكن البترول لا. وكمان هي محتاجه الاف السنين علشان خاطر تتحلل. عشان خاطر ايه يا اولاد؟ تتحلل وتعمل بترول او غاز طبيعي وهكذا. يبقى اتفقنا ان مصادر الطاقه الغير متجدده هي لا ايه تجدد نفسها بنفسها، ممكن تخلص في يوم من الايام. طيب ايه هي مصادر الطاقه المتجدده؟ هي المصادر التي لا تنفذ باستهلاك الانسان ليها، هي بقى بتجدد نفسها بنفسها. طول ما الانسان بيستخدمها عمرها ما هتخلص، يعني ما لو فضلنا نستخدمها من هنا لسنين طويله او لغايه عمرنا كله عمرها ما هتخلص. الشمس موجوده والرياح موجوده والمياه موجوده، صح ولا غلط؟ وهنعرف دلوقتي ان شاء الله في باقي الدرس ازاي احنا ممكن بنولد طاقه من الرياح زي ما انتم شايفين في الصوره، او من الشمس، او من الميه. تمام كده؟ طيب اول حاجه اتفقنا عليها ان هي الفحم، وعرفنا اولاد او البترول والغاز الطبيعي هناخد فيه ايه من مصادر الطاقه الغير متجدده، هناخد في كل واحد فيهم اهميته واماكن استخراجه في الطبيعه واماكن استخراجه في مصر يعني. طب يلا نفتكر مع بعض بسرعه كده، قلنا الفحم اهميته ايه؟ هقولوا انتوا بقى يلا. برافو عليكم، بنستخدمه في صناعه الصلب، كمان بنستورده من الخارج. وانا قلت لكم الفرق امبارح ما بين الاستيراد والتصدير. الاستيراد يعني احنا بنشتري حاجه من بره، اما التصدير فاحنا بنبيع يا اولاد. تمام كده؟ طيب الفحم ايه كمان عندنا؟ قال لك ان الفحم ممكن يجي لنا سؤال عليه، يقول لك بما تفسر ان الفحم يعتبر اقل اهميه اقتصاديه من البترول والغاز الطبيعي؟ اتفقنا ان الثلاثه بيلوثوا البيئه. ليه؟ علشان هم بيلوثوا البيئه عند احتراقهم. لما بنحرقهم، لما بنسخن درجه بنسخنهم عند درجه حراره معينه، فبيطلعوا غازات فبيلوثوا البيئه. طيب دلوقتي علشان انا اعرف ليه الفحم اقل اهميه اقتصاديه سواء من البترول او الغاز الطبيعي، واشمعنى، اتفقنا ان الاجابه ايه؟ ان الاجابه بتاعت السؤال دوت لو جالنا ان الفحم اقل اهميه اقتصاديه منهم بسبب ايه؟ بسبب ان هو بيلوث البيئه عند احتراقه، ينتج او بيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون بكثره. فطبعا ده اكثر تلوثا للبيئه. عشان كده الناس دايما بتتجه للبترول والغاز الطبيعي اكتر من الفحم. خلاص يا شباب؟ طيب كمان اتفقنا ان مناطق استخراج الفحم زي ما احنا شفناها دلوقتي، قلنا في شمال سيناء بينتشر مناجم الفحم ومن امثلتها جبل المغارة. ده كده الفحم. طب رقم 2 خدناها اللي هو البترول، خدنا اهميته طبعا، عرفنا ان هو مصدر رئيسي للطاقه، ما نقدرش ان احنا نستغنى عنه ابدا. وممكن يكون البترول نلاقيه في باطن الارض، في حقول بريه او حقول بحريه. خلاص كده؟ طيب في حاجه كمان خدناها، وشفتوا الفيديو امبارح بالتفصيل ازاي، ايه مراحل من اول لما بنكتشف المنطقه دي فيها بترول او ما فيهاش بترول، ماشي كده؟ وبعد كده بنطلع البترول، بنعمل الات وبنعد الات وكده، وفي مضخه بتطلع البترول من بطن الارض يا اولاد. يعني بنعمل في الاخر مرحله اسمها تكرير البترول اللي انتوا شفتوها في الفيديو. تعالوا نفتكر، انتوا طبعا المفروض تقولوها بقى، ما تنسوهاش ابدا.
تكرير البترول هي ايه؟ هي عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي. طب لما نفصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي بتاعه، ايه اللي بيحصل؟ ايه يعني أهمية ان احنا نفصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي؟ يطلع لنا مشتقات، علشان يطلع لنا ايه يا اولاد؟ مشتقات من البترول ونستخدمها في حياتنا العملية. زي ايه؟ تعالوا كده نشوف ونبتكر مع بعض ايه هي مشتقات البترول اللي بتطلع لنا عند تكرير البترول. عندنا بنزين اللي احنا بنستخدمه في العربيات، العربية ما ينفعش تمشي طبعا. عندنا السولار، عندنا كمان المازوت، وقلت لكم المازوت هو غاز للتدفئة، ممكن يكون بيستخدم للتدفئة، وكمان بعض الخامات الصناعية زي البلاستيك. يبقى من مشتقات البترول اللي احنا بنخرجها لما بنعمل تكرير بنزين، سولار، مازوت، بلاستيك وهكذا. طبعا الفيديو دوت اتفرجنا عليه خلاص علشان الوقت الحس. تعالوا بقى نفتكر مناطق وجود البترول في مصر. اكتر منطقه قلت لكم ايه، او منطقه زي ما انتم شايفين كده فيها الاسهم الحمراء دي، هي خليج الايه؟ السويس والمناطق المحيطه بها. طب ومين تاني عندكم؟ انتم شايفين الاسهم الحمراء فين تاني؟ بالظبط في شمال الصحراء يا اولاد، في شمال الصحراء الغربيه عندنا برضو بترول اهو. كل الاسهم الحمراء اللي انتم شايفينها دي حقول بترول يا اولاد. وجبل المغاره اهو اللي هو بنستخرج منه الفحم، اللي هو شمال سيناء اهو، مكان جبل المغاره اللي بنستخرج منه الفحم. يبقى اذا من مناطق استخراج البترول خليج السويس والمناطق المحيطه به، وشمال الصحراء الغربيه. شمال الصحراء ايه؟ الغربيه. لحد كده وقفنا امبارح، تعالوا بقى نكمل باقي الدرس. وتالت حاجه من مصادر الطاقه الغير متجدده، يعني ما بتجددش نفسها بنفسها، ايه بقى؟ الغاز الطبيعي. طبعا الغاز الطبيعي دوت يا ولاد بيوجد في حقول مستقله او مصاحبه للبترول، يعني اما واحنا بنستخرج كده البترول وممكن نلاقي معاه غاز طبيعي، بعد كده بنفصله بقى، بنفصل كل واحد لوحده، الغاز الطبيعي يبقى لوحده وبعد كده نستخدمه فيما بعد في حاجات ثانيه، او ان احنا نلاقي الغاز الطبيعي في حقول خاصه بيه. طب ايه اهميه بقى الغاز الطبيعي؟ تعالوا نشوف كده. اول حاجه بيستخدم كوقود لبعض وسائل المواصلات. تلاقي عربيات دلوقتي برضه نفس الحكايه، لا عربيات ماشيه بالغاز الطبيعي، صح ولا غلط؟ ممكن وقود احنا نستخدمه في العربيات وفي وسائل المواصلات. يبقى دي اول اهميه للغاز الطبيعي. طب تاني اهميه عندنا ايه للغاز الطبيعي؟ بيستخدم في الاغراض المنزليه، البوتاجاز. انت بتعمل الاكل ازاي؟ بتعمل اكلك ازاي؟ على غاز طبيعي. وتقريبا معظم اماكن مصر دلوقتي فيها غاز طبيعي، دخلت فيها الغاز الطبيعي، صح كده؟ يبقى دي تاني اهميه للغاز الطبيعي. يبقى اول حاجه بيستخدم كوقود لبعض وسائل المواصلات. طب ايه تاني؟ اتنين بيستخدم في الاغراض المنزليه، ما ننساش. اول ما ننسى كده نفتكر البيت عندنا والاكل اللي بناكله والطهي، وماما لما بتعمل الايه؟ الاكل. بتعمله ايه؟ على البوتاجاز. طب البوتاجاز دوت بنشغله ازاي؟ عن طريق الغاز الطبيعي. طيب ثلاثة، رقم ثلاثة، توليد الكهرباء الحراريه. توليد الكهرباء ايه يا اولاد؟ الحراريه. يبقى ثلاث حاجات اهم، تعالوا نلخصهم مع بعض ونفتكرهم مع بعض دلوقتي. ايه هي اهميه الغاز الطبيعي؟ اول حاجه قلناها بيستخدم كوقود لبعض وسائل المواصلات. طب تاني حاجه بيستخدم في الاغراض المنزليه. ثالث حاجه توليد الكهرباء الحراريه. طب يعني ايه كهرباء حراريه يا شباب؟ تعالوا كده نشوف يعني ايه كهرباء حراريه، عشان ده مصطلح مهم جدا في الدرس، ما ننساهوش او ما نتلخبطش بينه وبين مصطلح تاني هقوله لكم بعد شويه. الكهرباء الحراريه هي الكهرباء التي تتولد من احتراق. بصوا كده، لما بنحرق الفحم والبترول والغاز الطبيعي بتنتج عنها كهرباء حراريه، يعني الكهرباء اللي احنا بنستخدمها في البيوت وبنستخدمها في حياتنا ديت يا اولاد عن طريق احتراق الوقود. ايه هو الوقود او احتراق لما ايه هو اللي احنا بنحرقه عشان يدينا كهرباء او ننتج منه كهرباء او بنولد منه كهرباء؟ الفحم والبترول والغاز الطبيعي. يبقى يعني ايه كهرباء حراريه؟ هي الكهرباء التي تتولد من احتراق الفحم والبترول والغاز الطبيعي. طب من اهم محطات الكهرباء ديت ايه؟ محطاتها شبرا الخيمه وشمال القاهره. على فكره اللي عارفين، انا مش عارف طبعا كل واحد فيكم ساكن فين، بس لو رايحين ناحيه روكسي كده في القاهره، في ايه؟ في القاهره، ورايحين جايين على من طريق روكسي والمظلات وكده، هتلاقوا في محطه كبيره اسمها محطه فعلا شمال القاهره للكهرباء، لتوليد الكهرباء. هتلاقوها موجوده وانتوا ماشيين بالعربيه دايما، هتلاقوها موجوده، وممكن ماما او بابا يشاوروا عليها ويقولوا لكم هي ديت محطه شمال القاهره اللي بنولد منها الكهرباء الحراريه. كمان في محطه موجوده في شبرا الخيمه. احنا دلوقتي عرفنا اهميه الغاز الطبيعي.
طيب ايه يا ترى المكان المهم جدا جدا اللي بنستخرج منه غاز طبيعي؟ زي ما انتم شايفين السهم فين؟ المنطقة دي اسمها ايه؟ المنطقة دي اسمها الدلتا، صح؟ يبقى دي شمال الدلتا، يبقى بنستخرج الغاز الطبيعي او حقول الغاز الطبيعي من اشهرها، من اشهر حقل للغاز الطبيعي هو حقل اسمه حقل ابو ماضي، وحقل ابو ماضي دوت يا اولاد موجود زي ما انتم شايفين في شمال الدلتا، وهو احد الحقول الرئيسيه لانتاج الغاز الطبيعي في مصر. يبقى احنا كده لو شفنا يا اولاد، تعالوا نبص كده على الخريطه الثانيه دي اللي انا خليتها تظهر، الجزء الازرق مناطق انتاج الغاز الطبيعي، اني اكتر منطقه عندكم بتنتج غاز طبيعي اكتر؟ المنطقة الزرقاء دي اللي هي منطقة ايه؟ البحر المتوسط. منطقة البحر المتوسط هي أكتر منطقة 56% زي ما انتم شايفين بتنتج غاز طبيعي. يبقى اكتبوا ورايا كده، منطقة البحر الايه؟ منطقة البحر المتوسط. طب ايه تاني منطقة على طول؟ انتم شايفين الأرقام تحت اهي. انتم شايفين الايه؟ الأرقام. يبقى هنا 56% منطقة البحر المتوسط فوق. بيوجد فيها حقول للغاز الايه؟ للغاز الطبيعي. طب رقم 2 المنطقه الثانيه اللي بعديها هي منطقه الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه فيها تقريبا 21% لانتاج او لحقول يعني انتاج الغاز الطبيعي زي ما انتم شايفين اهوت يا اولاد. طيب رقم 3 خليج السويس بننتج منه 8% اهي، وفي كمان 14% دي مناطق متفرقه يعني مناطق اخرى في مصر كتير قوي، وفي سيناء 1%. طبعا ديت يعني اعرفوها، لكن اشهر حاجه بتيجي في الامتحان هو حقل ابو ماضي اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو في شمال الدلتا. يبقى اكتر منطقه اعرفوا كده، اكتر منطقه لانتاج الغاز الطبيعي هي منطقه البحر المتوسط. منطقه ايه يا اولاد؟ البحر المتوسط، محدش ينساها. طيب منطقه الصحراء الغربيه زي ما انتم شايفين كده 21%، خليج السويس ثالث منطقه 8%، وسيناء 1%. اما ال 14% الاحمر ديت هي اماكن متفرقه بقى في مصر، يعني مش في مكان واحد، مش في مكان ايه، مش متجمعين في مكان واحد. خلاص كده يبقى ديت اماكن استخراج الغاز الطبيعي. طيب لو انا لخصت دلوقتي اللي احنا خدناه، خدنا مفهوم الطاقه، خدنا كمان يا اولاد ان الطاقه فيها نوعين، مصادر الطاقه غير متجدده، قولوها انتوا بقى، غير متجدده يبقى ايه؟ يبقى تنفذ على طول، صح كده؟ طيب ومصادر طاقة متجددة يعني لا تنفذ، يعني مش بتخلص، مش ايه؟ مش بتخلص. دوت التعريف اهو، واتفقنا ان هي مصادر تنفذ اللي هي الطاقة الغير متجددة هي تنفذ باستهلاك الانسان ليها وما ينفعش ان احنا نعوضها، اما الطاقة المتجددة هي مصادر لا تنفذ يعني ما بتخلصش باستهلاك الانسان ليها. طب احنا خلصنا كده مصادر الطاقة الغير متجددة، تعالوا نفتكر او نشوف يا ترى ايه هي مصادر الطاقة المتجددة وازاي بنولد منها الكهرباء. تاني حاجة عندنا هي مصادر الطاقة المتجددة، وعرفنا خلاص الايه؟ التعريف بتاعها. زي ايه؟ اتفقنا زي الشمس، زي الرياح، طاقة الرياح، زي طاقة الايه؟ المياه. المية، اندفاع المية بنولد منها كهرباء. طب تعالوا نشوف واحدة واحدة يا ترى الشمس ازاي بنولد منها كهرباء. بيقول لك إن مصر بتمتاز بوجود الشمس ديت طوال العام. الشمس بتسطع في مصر طوال الايه يا أولاد؟ طوال العام. ده غير ان الشمس دي طاقة نظيفة ودائمة موجودة على طول، مش بتنفذ، عمرها ما بتخلص، لان ربنا هو اللي وهبها لنا، هو اللي ايه؟ اللي اداها لنا. يبقى الشمس طاقة نظيفة، طاقة ايه؟ نظيفة لا تلوث البيئة. الشمس والرياح والمياه يطلق عليها اسم الطاقة النظيفة لا يلوثوا البيئة. طب تعالوا نشوف الفيديو ده كده، يلا بينا. اما بقى الطاقة الشمسية فبنستخدم لها خلايا شمسية. لما بتسقط أشعة الشمس على الخلية الشمسية بتتحرك إلكترونات العناصر المكونة ليها، والحركة دي بتولد طاقة كهربائية. زي ما انتم شفتوا كده يا أولاد أهو، إن طاقة الشمس بتبقى فيه ألواح، الألواح دي بتستقبل طاقة الشمس يا أولاد أو أشعة الشمس، وبعد كده عن طريق الآلات بقى وعن طريق مصانع وحاجات نقدر إن احنا نحولها لكهرباء ونستخدمها في أي حاجة في حياتنا. طيب يا ترى إيه أهمية الطاقة الشمسية ديت؟ يعني بتستخدم الطاقة الشمسية في إيه؟ بنستخدمها في إيه يعني؟ قال لك بنستخدمها في تسخين المياه،
والاغراض المنزليه. يعني احنا ممكن نستخدم الشمس او الكهرباء اللي احنا ولدناها عن طريق الشمس ديت في اغراضنا المنزليه، ان احنا بقى نقيد اي حاجه احنا عاوزينها بالكهرباء بس عن طريق الشمس. عارفين يا اولاد انتوا لو معاكوا اله حاسبه، الاله الحاسبه ديت في الات حاسبه ممكن ان انت تشحنها عن طريق الشمس، عن طريق طاقه الشمس، ما تستخدمش حجاره ولا تستخدم اي حاجه. دي حاجه من الحاجات، صح كده؟ دي بقى على نطاق واسع. تخيل كده ان احنا استخدمنا طاقه الشمس واستفدنا منها في كل حاجه في حياتنا. طب احنا ليه ما بنعملش كده؟ ليه احنا بدل ما نستخدم البترول والفحم والغاز الطبيعي ليه ما بنستخدمش يا ميس مثلا الطاقه النظيفه دي اللي هي لا تلوث البيئه؟ هتعرف في نهايه الدرس، هتعرف ليه احنا ما بنستخدمش. في اتجاه، وعلى فكره مصر في بتعمل طاقه شمسيه، بتولد كهرباء من طاقه شمسيه، كل حاجه بتاخد طاقه شمسيه، بس في مشكله في الطاقه النظيفه هنعرفها في نهايه الدرس. طيب ده فيديو برضو، تعالوا نتفرج عليه كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنتعرف في الفيديو ده ان شاء الله على طريقه عمل سخان بالطاقه الشمسيه. سخان الطاقه الشمسيه بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه. هنتعرف ان شاء الله على جزء جزء. اول جزء في السخان عباره عن خلايا بتجمع اشعه الشمس وبتحولها لحراره، وبعد كده بتوصل الحراره دي في انابيب بتسحبها مضخه، وبعد كده المضخه دي بتوصلها لتانك الميه. طبعا زي ما احنا عارفين ان كثافه الميه البارده دايما بتبقى اكبر من كثافه الميه السخنه، عشان كده الميه البارده دايما بتبقى تحت والميه السخنه هي اللي فوق. بعد ما الحراره اللي جايه من المضخه بتدخل على الخزان بتبتدي تسخن، الميه السخنه بتطلع فوق وتتوصل بعد كده الانبوبه تطلع الميه السخنه مباشره على خط انابيب الميه في البيت، وبكده نقدر نستعمل ميه سخنه جايه من الطاقه الشمسيه ونوفر طبعا غاز وكهرباء. اهو شفت يا ولاد، دي طريقه ان احنا ازاي نعمل سخان ونستخدم الطاقه الشمسيه. طبعا الكلام دوت زي ما هتشوف في اخر الفيديو عايز تكنولوجيا وعايز فلوس كتيرة. اول حاجه في الطاقه المتجدده الشمس، ازاي ان احنا بناخد الطاقه الشمسيه وبنستخدمها علشان خاطر نولد منها كهرباء ونستخدم بقى كل حاجه. ممكن نوصل زي ما انتم شفتوا سخان ميه، تسخين المياه، نوصل الميه السخنه عندنا للبيت وهكذا، ونستخدم بقى الشمس في كل ايه؟ في كل حاجه في حياتنا، وطبعا الاغراض المنزليه زي ما اتفقنا. طب تاني حاجه عندنا في الطاقه المتجدده اللي هي الرياح. طب ايه اهميه الرياح؟ تستخدم الرياح في توليد الكهرباء برضو. تعالوا نشوف كده الفيديو دوت برضو بيسهل لك ازاي ان الرياح ديت بنستخرجها او بنولد منها الكهرباء. تعالوا يلا بينا. عن طريق التوربينات نقدر نولد من طاقة الرياح طاقة كهربية. لما الرياح تحرك ذراع التوربين يبدأ في الدوران فيدور المحرك المتصل به فيولد كمية من الطاقة الكهربية تتناسب مع سرعة الرياح وقوتها. زي ما انتم شفتوا كده فيديو بسيط جدا وصغير، بس يعني عايزاكم تتخيلوا ازاي الرياح طواحين الهواء اللي انتم شايفينها ديت بتولد كهرباء. زي ما انتم شفتوا طواحين الهواء بسرعة الهواء المعينة، سرعة هواء كبيرة في مناطق معينة، بالتالي الآلة ديت بتقدر ان هي نوصل بقى كهرباء او بنولد منها كهرباء برضو عن طريق آلات ومصانع كبيرة، يعني محطات توليد الكهرباء من الرياح. زي محطة اسمها محطة الزعفرانة اهي، اللي هي عند السهم ديت. محدش يتلخبط ما بين بقى الفحم اللي جبل المغارة فوق والمنجنيز اللي هو هنا اللي هو اسمه ايه يا ولاد؟ ام بجمة، منطقة ام بجمة. محدش يتلخبط ليه؟ الاتنين كانوا جوه سينا. انا دلوقتي بتكلم ان محطة الزعفرانة بره ايه؟ بره اهوت، بره سينا، يعني عند الخليج السويس، بس ايه؟ بره. يبقى محطه الرياح، محطه توليد الكهرباء من الرياح اسمها محطه الزعفرانه. ومحطه الزعفرانه دي يا اولاد موجوده زي ما شفتوا كده على خليج السويس بمحافظه الايه؟ البحر الاحمر، اكبر محطه في الشرق الاوسط وبتنتج كميات هائله من الكهرباء. من ايه؟ عن طريق طبعا ايه؟ عن طريق الرياح، واتفقنا ان الرياح طاقه نظيفه لا تلوث البيئه. خلاص كده، يبقى دي تاني حاجه من الطاقه المتجدده، مصادر الطاقه المتجدده. اما تالت حاجه يا شباب اللي هي الميه، طبعا الميه احد مصادر الطاقه المتجدده، مهمه جدا. بنستخدم السدود زي السد العالي اهو، جبنا سيرته تاني. بنستخدم السدود يا اولاد علشان نولد الكهرباء عن طريق الميه.
الطاقة الكهرومائية اللي احنا خدناها في الدرس الثاني، الموارد المائية والقناطر. يبقى بنستخدم السدود والقناطر عشان نولد منها الطاقة الكهرومائية. وحالا هقول لكم يعني ايه سدود ويعني ايه قناطر، الفرق ما بينهم ايه علشان ما حدش يتلخبط. طب تالت حاجة، قال لك مصر تعتبر اولى دول الوطن العربي انتاجا للطاقة الكهرومائية، لانها مهمة جدا طبعا. عن طريق ايه؟ عن طريق السد العالي. اكبر مثال عندنا في الدروس اللي احنا خدناها. طب تعالوا نشوف الفيديو ده بسرعة كده، فيديو صغير جدا. كمان باستخدام التوربينات عند مساقط المية نقدر نحول الطاقة الحركية للمية لطاقة كهربية. شفتوا؟ فيديو صغير جدا بس بحب اوريكم، زي الفيديو اللي انا وريته لكم قبل كده بتاع السد العالي برضو، ازاي احنا ممكن نولد كهرباء عن طريق المية. باندفاع المية وتربونات تحت المية بنقدر ان احنا نعمل محطات للكهرباء بتوصل الكهرباء اللي احنا ولدناها من اندفاع المية ديت يا ولاد، نوصلها للمحطات وبالتالي جيلنا كهرباء، وبالتالي جيلنا ايه؟ كهرباء. يبقى احنا دلوقتي عندنا في مصادر الطاقة المتجددة ثلاث حاجات، الطاقة الشمسية، الرياح، المياه. والمياه اتفقنا ان مصر اولى الدول في انتاج الطاقة الكهرومائية. طب تعالوا نشوف كده، قبل ما نشوف الفرق بين السدود والقناطر نعرف يعني ايه اصلا طاقة كهرومائية اللي احنا عاملين نقولها من الدرس الثاني ده. يعني ايه طاقة كهرومائية يا اولاد؟ ايوه بالظبط زي ما انتم فهمتوا كده، هي كهرباء المائية المولدة من السدود والقناطر والخزانات، زي سد ايه؟ زي سد العالي، زي قناطر. اي قناطر بقى انا هوريكم دلوقتي الفرق ما بينهم ايه، زي خزان اسوان. يبقى خزان برضو بيخزن المية بيخزن فيه المية زيادة، ماشي، برضو عشان ما تغرقش او عشان ما يحصلش فيضان. يبقى الطاقة الكهرومائية يعني ايه طاقة كهرومائية؟ هي الكهرباء اللي بنولدها عن طريق السدود، عن طريق القناطر، عن طريق الخزانات، ماشي كده. طب تعالوا بقى نشوف الفرق ما بين يعني الفرق ما بين القناطر والسد. يعني ايه قناطر ويعني ايه سد؟ زي ما انتم شايفين، حد راح قبل كده القناطر الخيريه؟ يعني شفتوا ايه عباره عن ايه القناطر ديت؟ ها، عباره عن زي ما انتم شايفين كده في الصوره بالظبط، اهو بناء اهوت يا اولاد، وفي بوابات من تحت اهيت. طب ايه الهدف منها؟ يعني ايه الهدف ان انا ابني قناطر؟ القناطر يا اولاد والسدود، وده السد العالي اهو، الصوره الثانيه ده السد العالي. القناطر، الهدف من القناطر وبناء القناطر هي توصيل الميه للاراضي الزراعيه الريها. يعني انا بوصل الميه للارض الزراعيه عشان ارويها بالميه دي، ده الهدف من بناء القناطر. احيانا يا اولاد ان الارض الزراعيه مثلا بتبقى ايه في مستوى مرتفع شويه، طب احنا عاوزين مش عارفين نوصل الميه للايه، مش عارفين نوصل الميه للعزبه علشان نروي بيها الارض الزراعيه. طب نقوم نعمل ايه؟ نعمل قناطر نرفع بيها الميه ديت علشان تقدر توصل للارض الزراعيه اللي عندنا، فبالتالي تروي الارض ديت. يبقى الهدف من القناطر ايه؟ هي توصيل المياه للاراضي علشان نرويها. طيب الهدف من السدود؟ الهدف من بناء السد زي السد العالي، اتفقنا ان السد العالي اللي كان الهدف منه ايه؟ ان هو يحمي مصر من خطر الفيضان والجفاف. يعني لما يجي لنا فيضان في مصر الميه تتحجز وراه، فبالتالي الميه، اندفاع الميه اللي انتم شايفينها في الصوره دي ما تجيش تغرق المباني ولا تموت الناس. يبقى ونحافظ عليه مده طويله علشان لو مستوى الميه قل عندنا نرفع برضو البوابات ونجيب الميه، نسبه الميه اللي احنا عاوزينها، وبعد كده نقفل البوابات تاني. يبقى احنا دلوقتي الفرق ما بين القناطر والسدود، القناطر بتتبني علشان نرفع او نوصل الميه للارض الزراعيه عشان نرويها، تمام؟ طب السد نخزن وراه الميه الزياده. نخزن وراء الميه الايه يا اولاد؟ الزياده، ونحافظ عليها مده طويله. خلاص كده صعب كده يا اولاد؟ يبقى احنا كده فهمنا الفرق ما بين القناطر والسدود اللي بنقدر من خلالها نولد طاقه. اللي بنقدر من خلالها نولد ايه؟ طاقه. طيب من اهم محطات الكهرباء المائيه في مصر ايه؟ احنا قلنا الرياح، من اهم محطات الرياح توليد الكهرباء من الرياح الزعفرانه، محطه الزعفرانه. طب الكهرباء المائيه بقى؟ هاي تعالوا كده ندوس على الخريطة الكبيرة دي علشان نكبرها أكتر ونشوف يا ترى. طبعا ده أهو وادي النيل، أنتوا شايفينه ده. تعالوا لما ندوس على الخريطة دي يا ترى هيودينا فين؟ أهيت أنا دي كبرت لكم الخريطة، وتعالوا نشوف كل سهم هيودينا لفين أو هيقول لنا إيه. السهم دوت قناطر اسمها قناطر إسنا. قناطر إسنا دي شايفين الودن دي يا أولاد؟ شايفين الإنحناء دوت اللي موجود في وادي النيل؟
تحته بقى. دي اسمها قناطر ايه يا ولاد؟ قناطر اسنا. تعالوا نشوف قناطر اسنا دي عباره عن ايه. اهي الصوره اللي انتم شايفينها دي. قال لك بيوجد يا ولاد كانت قناطر قديمه وبقى في قناطر حديثه بيتم منها الكهرباء، توليد الكهرباء. يبقى احنا عندنا في اسنا او عند اسنا زي ما انتم شايفين في الخريطه كده قناطر اسنا القديمه وقناطر اسنا الحديثه. طب قناطر اسنا الحديثه او القديمه اني واحده فيهم بنولد منها الكهرباء؟ ها؟ قال لك قناطر اسنا الحديثه هي اللي بنولد منها الكهرباء حاليا. اتفقنا؟ يبقى اول محطه من محطات توليد الكهرباء المائيه هي قناطر اسنا. طب تعالوا نشوف يا ترى في سد اسوان اهو تعريف الكهرباء المائيه. احنا اتفقنا ان احنا بنولد الكهرباء عن طريق السدود او من السدود والقناطر والايه والخزانات. عندنا سد اسوان. تعالوا نشوف كده سد اسوان دوت. او خزان اسوان. اهو كان موجود قبل بناء السد العالي، كنا بنحفظ منه فيه الميه قبل ما نبني السد العالي. ماشي يا شباب؟ طيب ايه خزان اسوان؟ دي صورته بس، ما عليكوش معلومات يعني اعرفوه بس كده ان هو خزان اسمه خزان اسوان. طب السد العالي؟ طبعا السد العالي بناء عظيم. تم بناء السد العالي يا اولاد او بدايه بناء السد العالي 1960 وتم الانتهاء منه 1970، يعني تقريبا قعد 10 سنين تقريبا كده بيتبني، ويعد اعظم مشروع هندسي في مصر. خلاص يا شباب؟ يبقى هو دي صوره السد الايه؟ العالي، بناء عظيم بيتخزن منه او بنخزن وراه الميه الزياده عننا علشان ما تجيش تدمر الدنيا. ثلاث محطات كهرباء للماء، كهرباء مائيه يا شباب، تعالوا نقولهم تاني مع بعض، يلا. اول محطه كهرباء قناطر اسنا. برافو عليكم، وقلنا ان في قناطر اسنا حديثه وقديمه وبنولد الكهرباء من القديمه ولا الجديده؟ برافو، بنولد الكهرباء من قناطر اسنا الحديثه. طيب اتفقنا ان تاني حاجه عندنا خزان ايه؟ خزان اسوان، محطه كهرباء خزان اسوان. تالت حاجه عندنا السد العالي، اعظم يعني مشروع هندسي لنفاذ مصر كتير جدا، سواء حمى مصر من الجفاف، سواء حماها من الفيضان، سواء بنولد منه الكهرباء. خلاص كده يا ولاد؟ يبقى ديت كده تالت ايه؟ تالت حاجه. قبل ما نلخص الدرس قلت لكم من شويه ان احنا عندنا مشكله. ايه هي المشكله؟ ان احنا عندنا في مميزات للطاقه المتجدده وفي عيوب. المميزات ان هي طاقه نظيفه غير ملوثه للبيئه ودائمه كمان، موجوده على طول. تمام كده؟ طب ايه عيوبها بقى؟ هل ليها عيوب؟ اه، الطاقه المتجدده تحتاج لوسائل تكنولوجيه متقدمه. يعني عشان احول كل الكهرباء اللي عندي واستغنى عن البترول واستغنى عن الغاز الطبيعي واستغنى عن الفحم واستخدم فقط مصادر الطاقه المتجدده، احنا محتاجين وسائل متقدمه ومحتاجين فلوس كتير. اهو محتاجين راس مال ضخم. محتاجين ايه يا ولاد؟ راس مال ايه؟ ضخم. يعني ايه راس مال؟ يعني فلوس كتير. خلاص كده يا شباب؟ يبقى دي من مميزات وعيوب الطاقه النظيفه. طبعا الدوله بتعمل جهود، اه بتعمل جهود علشان تنمي مصادر الطاقه. اهتمام بالبحث العلمي في مجال استخدام، طبعا لازم بحث علمي علشان نقدر نشوف زي ما شفتوا في الفيديو امبارح، نبحث وننقب عن مكان مصادر الطاقه موجوده فين يا ترى، وكمان نستخدمها في ايه وازاي، طرق استخدامها. تشجيع برضو المستثمرين زي المعادن، ما هو ده محتاج فلوس، ما احنا لسه قايلين الكلام ده محتاج فلوس. نشجع رجال الاعمال، نشجع الناس اللي عايزه تستثمر فلوسها، صح كده؟ عن البحث والتنقيب عن حقول البترول والغاز الطبيعي، مهم جدا. طب كمان تالت حاجة عندنا ترشيد استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك ايه يا ولاد؟ الطاقة. هو ده بقى برضو عندك انت مسؤولية كفرد. انت كفرد مفروض ترشد استهلاك الطاقة، ما تسيبش الانوار كلها من ادا، ما تسيبش المروحة مثلا في الصيف من ادا من غير لازمة، من غير ما حد يكون قاعد محتاجها، ما تسيبش التكييف من ادا وخلاص، وهكذا. حاجات كتيرة قوي يا أولاد إحنا برضو مفروض إن إحنا نعملها كأفراد، مهمة جدا عندنا. فالدولة بتعمل على ترشيد استهلاك إيه؟ الطاقة، بتوعي الناس، بتقول لهم مفروض بقى إيه؟ إن إحنا نطفي الأنوار وإن إحنا نستخدم حاجة على قدنا وهكذا. يبقى إيه هي جهود الدولة؟ الاهتمام بالبحث العلمي مهم جدا، العلم مهم عشان نعرف نستخدم الطاقة في إيه؟ نشجع الناس اللي عايزة تستثمر فلوسها ان هم يجوا يساعدونا ان احنا نبحث عن التنقيب والبحث عن حقول البترول والغاز الطبيعي، كمان نرشد استهلاك الطاقة. طيب ايه هي مصطلحات الدرس؟ خدنا كلمة طاقة يعني ايه طبعا وراجعنا عليها.
خدنا مصادر طاقة غير متجددة، خدنا يعني ايه مصادر طاقة متجددة قلناها كتير، كمان خدنا كهرباء حرارية وعرفنا ان هي اللي بتتولد من احتراق الفحم والبترول والغاز الطبيعي، وعرفنا اهم محطاتها ايه، امثلة محطات الكهرباء الحرارية. طب الطاقة الكهربائية ها بتتولد منين؟ هي الكهرباء المائية اللي بنولدها من السدود والقناطر والخزانات، وطبعا شفناها على الخريطة ايه هي امثلة القناطر وايه هي امثلة السدود وامثلة الخزانات عندنا. عايزاكم تعملوا حاجة في البيت انا مش هشوفها دلوقتي، خلاص. جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، انا عايزاكم تجمعوا لي، احنا خدنا 3 دروس، 4 دروس في الجغرافيا طبعا، بس 3 دروس فيهم جهود الدولة. الموارد المائية كان فيها جهود الدولة، الموارد المعدنية كان فيها جهود الدولة، تنمية الطاقة كان فيها جهود الدولة. انا عايزاكم تعملوا لي جدول زي ده، اتفقنا؟ وبعد ما تذاكروا تقوموا مسمعين لنفسكم، جهود الدولة للحفاظ على المية، جهود الدولة للحفاظ على الموارد المعدنية وتنميتها، جهود الدولة لتنمية مصادر الطاقة. خلاص يا شباب، ده واجب اهوت، انا بقول لكم اعملوه، المرة الجاية ان شاء الله هسألكم عليه. طيب احنا كده يعتبر خلصنا درس مصادر الطاقة. يعني طبعا جانا سألتني كم سؤال كده، بتقول لي يعني ينفع نولد الكهرباء من خزان اسوان؟ اه طبعا، احنا اتفقنا بقى ان خزان اسوان من ضمن محطات الكهرباء اللي بنولد منها الطاقه الكهرومائيه. في اسئله تانية طبعا سالتها لي، هرد عليها ان شاء الله المره اللي جايه عشان وقت الحصه ما اطولش عليكم اكتر من كده. هسيبكم كمان 10 دقائق للامتحان بعد وقت الحصه باذن الله. انا نزلت لكم على فكره لينك للواجب، واجب مصادر الطاقه حلوه، نزلت لكم لعبه مصادر الطاقه اللي كنا هنحلها مع بعض في الحصه بس ما فيش وقت. نزلت لكم كمان يا شباب اللينك بتاع حكام البطالمه يا جنى، انا مش ناسيه، انا مش بنسى اي سؤال انتوا بتسالوه لي يا اولاد، بس يعني عشان وقت الحصه بحاول ان انا اجاوب على قد ما اقدر كل حصه من اسئلتكم. فان شاء الله باذن الله يعني المره الجايه هشوف الاسئله برضو اللي اتسالت لي المره اللي فاتت والمره دي وهنجاوب عليها باذن الله تعالى. اشوفكم على خير يا شباب، وتكونوا بخير كلكم، وتكونوا شطار دايما دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.